بكم أحبتي المشاهدين بحلقتنا من برنامج حكاية محلتنا. أهل باب البيض وأهل رأس الجادة وجو قالوا نزح على موصلة جديدة، راحوا على منطقة جديدة سميت على منطقة يعني منطقة جديدة، منطقة جديدة اللي هي موصل، موصل الجديدة باعتبار أي من القديمة طلعوا إلى منطقة طلعوا أو مدينة جديدة. نعم. اللي هي موصل. نعم. الجديدة موصل وهذا أصل التسمية. نعم. دواوين وبيها بيوتات، فهذه البيوتات تجمع هالشخصيات هذه من الوجوه الطيبة وباقي العوائل، فدائما على لقاء متواصل مع بعضهم. وهي هذه اللي جمعت الموصل وخلتها على مثل ما يقول بالمصلاوي قلب واحد. لمحلة باب البيض تاريخ عريق يمتد إلى آلاف السنين، وللأسف لم تجد تنقيبات أثرية لنتعرف على تاريخها بشكل دقيق. والله سابقا عندنا عائلة الشلبي وعائلة بيت عبد الله الشاهين، وعندنا عائلة بيت زيادة مشهورين، وعندنا عوائل النجماويين، عوائل المولى، عوائل السنجري، هاي أغلب العوائل يعني.